الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيق نستأنف الدرس في لمعة الاعتقاد، وقد وصلنا إلى فصل فيه بعض القواعد التي تتعلق بالغيبيات عموما. في هذا الفصل ذكر قاعدة في الغيبيات ثم ذكر لها نماذج وأمثلة. القاعدة تتمثل بما يلي: أولاً، وجوب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل. طبعا هنا أشار إلى ما صح به النقل إلى القرآن والسنة، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إلى القرآن والسنة، وهذا من الإجمال الذي يفهم يعني بالضرورة. يعني إذا كان يجب الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فما أخبر به الله أولى، ثم إن ما جاء في القرآن من الأخبار وجاء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من البلاغة والإيجاز. وهنا بمعنى يجب أن يلزم الإيمان بمعناه الشامل اللي هو ليس فقط التصديق، بل التصديق واليقين، وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما صح عنه. ولذلك جاء في العبارة التالية الاحتراز: وصح به النقل عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن ما جاء من أخبار الغيب في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به. ثم يتفرع عن هذه القاعدة أن هذا الإيمان يشمل ما شاهدناه مثل أخبار الأمم السابقة فيما بقي من أثارها، فأخبار الأمم السابقة بقي فيها آثار، فآثار الفراعنة موجودة، وآثار قوم لوط في بحيرة طبرية موجودة، وآثار قوم صالح، قوم عاد، ثمود وعاد، وسائر أو كثير من أحوال الأمم التي قصها علينا الله في كتابه وذكر شيئا منها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، شاهدنا هذه الأثار عين اليقين، شاهدنا ما تقوم به الحجة. قد لا نكون شاهدنا كل ما جاءت به الأخبار أو كل ما حدث من قصص الأولين، لكن شاهدنا ما يكفي للعبرة ويكون مصداق لما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن شاهدنا كثير من مظاهر الكون التي نستطيع أن ندركها بحواسنا أو غاب عنا مما هو غيب لم يكشف بعد، كأحوال البرزخ. هذه أمور لا يعرفها إلا من وصل إليها ممن فارق الحياة وحكم عليه بالوفاة والموت، فهذا يبدأ يحس أو يعرف حياة البرزخ عين اليقين. ثم أحوال القيامة من البعث والنشور والحساب والجزاء والصراط والصحف وسائر أمور القيامة، فإن هذا جاء خبره مما غاب عنا،
بل حتى في بعض أمور الدنيا مما سبق ويأتي أخبرنا به وهو غائب عنا، إما أن يكون انكشف لأجيال بعد أجيال كبعض أشراط الساعة الصغرى، أو لا يزال غائب وهو أشراط الساعة الكبرى ونحوها مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله تنظمه القاعدة الإيمان، إيمان يقينا على أنه حق، على الحقيقة التي أخبر الله بها وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدخل في معنى الإيمان كما قلت، الإيمان ليس بمجرد التصديق بل اليقين ومعرفة أن ما أخبر الله به من أمور الغيب وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب حق على الحقيقة التي يعني عنيت بمصطلحات الشرع، ليست ألغاز ولا إشارات ولا مجازات، ولا وليس لها معاني غير المعاني التي تفهم عند العرب في لغة العرب. لكن يجب أن نعرف أن حقيقة الغيبيات على نوعين، ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب في الدنيا والآخرة وغيرها وفي ملكوت السماوات والأرض، ما أخبر الله به هو حقيقة، لكن الحقيقة على نوعين. النوع الأول هو الذي يجب علينا التسليم به، وهو أن كل ما جاء في هذه الأخبار حق على مراد الله وعلى ما هو عليه على الحقيقة التي غابت عنا، فنسلم بأنه حق وإن لم نرى. وهذا مما ميز الله به المؤمنين بالغيب، أنهم صدقوا وأيقنوا بما لم يروه لأن الله أخبر به، ثقة بالله وبخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك امتدح الله المؤمنين بالغيب. فهذه الحقيقة معلومة لدى المخاطبين، وهو أن هذه الأمور الغيبية حق على حقيقة التي أراد بها الشرع، لكن الحقيقة الأخرى هي الغائبة وهي الكيفيات، فالكيفيات لا يعلمها إلا الله عز وجل، سواء فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه أو ما يتعلق بالغيبيات الأخرى. فإن كنهها وحقيقتها الكيفية مما هو غائب عنا. قال ما فيما شاهدناه أو غاب عنا، ثم قال نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه يعني فهمناه أو جهلناه، يعني بمعنى أنه في أشياء قد تبقى يعني مجهولة ليس في يعني مفردات الغيبيات، بل أحيانا فيما يدخل في علل التشريع وأحكامه. علل التشريع الحاضر منها قليل للعباد، وما غاب عن العباد أكثر، فهذا غاب عنا. يعني الكثير من أمور الحلال والحرام وما نهى الله عنه من الأمور المحذورة كثير منها ندرك بعقولنا بعض ما هو سبب في تحريمها، مثل الخمر نعلم بعض أسباب تحريمها يعلمه العقلاء لما يعتري الإنسان بسببها من الأضرار والغوائل التي تضر الشارب وتتعدى إلى غيره. لكن هل ما يعني نعرفه هو كل أسباب أو كل علة تحريم الخمر؟ لا، غاب عنا ما لا ندركه الكثير. ويكتشف العلم الآن من أضرار الخمر مثلا ما لم يكن يعرفه الأولون ولم يكن يدركوه ولا يفهمونه. وهكذا نجد أنه غاب عنا الشيء الكثير وجهلناه لأننا لم ندرك كل مراد الله عز وجل وغاية علم الله، فإن علم الله لا يحاط به، ولم يطلع على حقيقة ولم نطلع على حقيقة معناه، أي المعنى الغيبي. أرجو أن تفهمون هذه، كثير من يستعملها ابن قدامة وغير من السلف، إذا نفوا المعنى يقصدون المعنى الذي لا تدركه عقولنا ولا حواسنا، وهو الكيفيات أو ما غاب عنا من الحكم والعلل والأسباب الغائبة التي لا ندركها بكل وسائل العلم،
فهذه تبقى مما غاب عنا، مثل حديث الإسراء، هذه أمثلة لما هو غائب عنه وهو في عالم الشهادة. حديث الإسراء حدث في الدنيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن من أمور الآخرة ولا الأمور المتقدمة في الأمم الأخرى، بل حدث في وقت تنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد نبوته. فالإسراء كله والمعراج كله أسرار، كله غيب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به لما علمناه. وهذا من أشد الاختبار في قضاء الإمام بالغيب للأمة وطواف الأمة إلى يومنا هذا. فأولا كان هو اختبار للمشركين الذين سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر قصة الإسراء والمعراج وما حدث له، ثم جاء بعد ذلك الفرق والأهواء، أهل العقلانيون اللي هم المعتزلة والجهمية وسائر الفرق، ثم أيضا الذين جاءوا فيما بعد من تلامذة المستشرقين والذين تأثروا بالغربيين أو أصحاب النزعات الفردية الذين لا يؤمنون إلا بما يحلو لهم وما تدركه مداركهم، وما تدركهم لا تدرك أنفسهم، ومع ذلك يتطاولون ويصيبهم الغرور فيؤولون الإسراء على أنه ليس حقيقة، إنما هو رموز أو إشارات أو معاني أو مجاز، أو أنه إسراء بالروح، مع أن هذا ينسف الحقيقة. الذين قالوا الإسراء بالروح فقط، وهذا لم يعرف إلا بعد أن دخلت على المسلمين الأهواء والبدع والافتراق هذا القول. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسري بروحه ولم يسر بجسده، مع أن هذا ينسف معجزة الإسراء، إذا قيل بهذا القول ينسف معجزة الإسراء، لأن الإسراء بالروح عبارة عن حلم، والحلم كل منا يحلم بمثل الإسراء وأعظم من الخيالات والأوهام التي وعبث الشياطين في الإنسان من خلال الأحلام. فالحلم غير الحقيقة، فهم يزعمون أن ما حدث من الإسراء إنما هو رؤيا منام، هذا الذي يحسن الظن، وبعضهم يزعم أن هذا تخليط حصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، نسأل الله السلامة والعافية. فللناس مذاهب في الخروج عن الحق والميل عن الإيمان بما أخبر الله به، وهذه نتيجة اتباع يعني مسالك الشيطان. فحديث الإسراء غيب هو حصل في الدنيا، والمعراج غيب حصل في الدنيا، وكان يقظة لا منام. الاحتراز هنا مهم جدا، هو ما مثل فقط بل احترز لئلا يفهم أن الإسراء والمعراج حلم في المنام، لأن حلم في المنام ممكن يحدث فيه كل شيء، لأنه مجرد كما تعرفون أحلام، والأحلام لا حقيقة لها. فالاحتراز هنا جيد، وهذا يذكرني بأصل عند السلف أرجو أن تفهموه جيدا، نحتاجه في مثل هذا الوقت الذي كثر فيه خرق مناهج السلف والخروج عليها حتى من قبل بعض المنتسبين على السنة والجماعة، تأثرا بالفتنة التي عمت وطمت، فتنة يعني إخضاع الدين لكله حتى الغيبيات للرأي، وفتنة ترويج الشبهات وترويج الآراء التي تقدم في الدين، والقول على الله بغير علم، ووزن الأمور الشرعية بموازين الناس اليوم من أصحاب المذاهب والاتجاهات والتيارات والموازين الغربية وغيرها، صاروا يخضعون الدين لمثل هذه الموازين البشرية الضعيفة بل المنحرفة. فوجد بسبب هذا من يعني يدعي بمثل هذه الدعاوى. فأقول هذا ما أردت أن أثبته هنا، إن السلف إذا احتملت العبارة التوهم، أو كانت العبارة ممكن تفهم على غير وجهها، أو الاحتراز ضروري لتثبيت العقيدة والمسلمات في قلب المؤمن وتذكيره بالمسلم الأصل، فإنهم يدرجون في عباراتهم عن السلف، يدرجون في عباراتهم أثناء السياق سواء في مقام التقرير والبيان أو في مقام الرد، يدرجون ما يثبت الحق والموازين الشرعية في قلب القارئ، ويعيدونه إلى الثوابت أو يذكرونه بالثوابت. فهو حينما ذكر الإسراء والمعراج جاب هذه الكلمة، هي عبارتين فقط، حينما قال وكان يقظة لا منام. الاحتراز هذا ضروري في مثل هذه المقامات، أي ليس حلم، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات،
النبي صلى الله عليه وسلم لو قال رأيت في منامي حلمت البارحة ما ينكرون عليه.